منذ إقرار قانون الانتخاب الجديد يلاحظ المراقبون عدم اكتراث المواطنين به، وبرأيهم ليس السبب تراجع الاهتمام بهذا الاستحقاق بقدر ما هو تيقن الناس بأن مصيره ربما يكون على غرار قوانين أخرى لا تجد طريقها نحو التطبيق، ومنها ما يتصل بيومياتهم. والقائمة هنا قد تطول، وليس آخرها قانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون السير الجديد وغيرهما من القضايا المهمة. مرحبا، برأيك ليش مش عم بيتم تطبيق القوانين؟ يا أخي القوانين عنا بلبنان عم يطبقوها استنسابيا. القوانين اللي بعض السياسيين النافدين اللي لهم مصالح ببعض القوانين بتلاقي القانون بيتنفذ فورا. مرحبا، في كتير من القوانين بتصدر وما بتطبق، برأيك وين المعضلة؟ بصراحة أنا بقول إنه الطبقة السياسية الحاكمة هي المشكلة الكبيرة، مش الشعب. الشعب عنده صراحة جزء من المشكلة هيدي، بس المشكلة الأكبر هي عند الطبقة السياسية الحاكمة اللي ما فيها تحكم مزبوط. مرحبا، أمام معضلة إصدار القوانين وعدم تطبيقها، برأيك بعد في مجال لتصحيح المسار؟ ليس سهلا، ما دمنا نحن أنه واحد بيقول لك مش عارف مع مين عم تحكي بين هلالين، وهي وقفت علي كما في الدعايات. هل طالما هو بعده بيتكئ على قوى غير منظورة ليحتمي فيها من تطبيق القانون، فهذا بده ينسحب على اللا تطبيق. برأيك في لزوم للتشريع إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ أكيد. هلا بزال مددوا له لمجلس النواب، مفروض يقوم بالمهام يلي مطلوبة منه، عم يقبض معاشات له كذا سنة ما شبع مثل ما لازم، والمصلحة العامة بتقضي طلعوا سلسلة الرتاب الموازنة وتشريعات أخرى، فيلي حكم 4 سنين في بعد نتحمله سنة. شكرا. بين التشريع والتنفيذ هو يأمل المواطن أن تردمها الدولة كي تنظم وتنتظم حياته. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة بيروت.